طيب، السلام عليكم. اليوم راح نحكي عن الشيفت انستركشنز. احنا لسانا في الداتا هاندلنج انستركشنز، والداتا هاندلنج اخذنا منهم الموف انستركشنز وبعض المانيبيوليشن للداتا عن طريق اللي هي بي سي دي تو ديسيمال او ديسيمال تو بي سي دي، يعني ان بوث دايركشنز فورورد اند ريفرس. الان بدنا نحكي عن الشيفت. للشيفت اخذتوها سابقا اللي اخذ مادتكم ماده المايكرو بروسيسور، انه كان في عندي انستركشن اسمها ايش؟ روتيت. فالروتيت بتشبه الشيفت كان، او للي ما عمره سمع فيها راح اعطي الجنرال كونسبت لها زي هيك. في كان عندي ريجستر، نفترض انه هذا الريجستر مكون من 4 بيتس، في نفترض الفاليوز 1011. اوكي، لما اجي انا اعمل شيفتنج، شو الشيفت؟ طبعا راح يعني اعتمد في الشرح على ماده اللوجيك، انه اخذته باللوجيك شيء اسمه شيفت ريجستر. فالشيفت كان اذا بدي اعمله من هاي الجهه، هدخل انبوت من برا اللي هو مثلا 1، وبعد ما اعمل الشيفتنج شو حيصير؟ ال1 هاي حتيجي على البوزيشن هاد، هذا بيفور شيفتنج. بعد افتر شيفتنج ال1 هاي حتيجي هون، وال1 اللي كانت هون حتروح هون، والصفر حتيجي هون، وال1 هاي حتيجي هون، وفي 1 طلعت برا. اوكي، زي هيك. فهذا هون انا عمالي بعمل ايش؟ بعمل شيفتنج. فلما بدنا نحكي هون عن الشيفت، راح نلاحظ انه في عندي اكثر من شغله. في عندي الداتا اللي بتدخل البت اللي بنعملها شيفت ان، في البت اللي بتطلع برا اللي هي الشيفت اوت، في عندي الريجستر نفسه اوكي اللي بنعمل عليه شيفتنج اللي هون كان طوله 4. اوكي، وفي عندي الدايركشن للشيفت حسب، في ممكن تعمله شيفت رايت او شيفت ليفت. واضح؟ ف هذا الحكي نفسه امبلمنتد في البي ال سي. احد اهم استعمالات الشيفت اللي هي ايش؟ شيفت للإنستركشنز اللي already إيش بتكون بسويها، بعمل فيها manipulation مرات للضرب للقسمة، مرات إلها application زي الإكزامبل اللي راح نشوفه actual implementation للداتا اللي موجودة. فعمليات الشيفتنج اللي موجودة عندنا هون اللي هي الشيفت ليفت والشيفت رايت، علشان أجي أتعرف عليها راح أشوف شو الأوبرانس اللي بتاخدها. فهي الإنستركشن سواء كانت بت شيفت ليفت أو بت شيفت رايت، أوكي، فاسمها بي بت إس شيفت وليفت أور رايت. هلا الفايل هنا شو الفايل اللي بدك تشتغل عليه؟ شو يعني؟ يعني انت ممكن بدك تعمل شيفتنج لل N7 1 او لل B3 2. فشو الفايل اللي بدي اشتغل عليه اللي هو بيشبه هاي؟ هلا الميزه او الاختلاف، ممكن نعتبرها ميزه وفي ناس ممكن يعتبرها صعب الموضوع شوي، انه الشيفت ايام اللي اخذتوه في الامبيدد كان في عندي 8 بت وكان في عندي كاري، ودائما زي هيك بدخل من الكاري بيروح هون، واللي هون برجع وبروح على الكاري، ودائما الشيفت على ريجستر، فطول الشيفت دائما 8 بت الريجستر اللي بدك تشتغل عليه، بس بيختلف باختلاف اسم الريجستر. نفس الاشي هون انا عماله بيختلف عندي باختلاف اسم الفايل اللي انا راح اختاره. اوكي، ولكن في عندي هون اشي، انه في عندك اشي اسمه اللينث، واللينث هون المقصود فيها كم بدك تعمل شيفتنج. يعني قد يكون انت اخترت الN71 بدي اعمل عليه شيفت كله، فلازم احط باللينث 16 لانه هذا عباره عن 16 بت، مش الN7 هو فايل وموجود فيه فايلات سمبل ستراكشر. فالN71 هون هذا بس بدي اعمل عليه شيفت كله. طب في واحد يمكن بده يعمل على نصه بس، يعني على هدول البتس منه، فبختار هون باللينث 8. طب في واحد ثالث بده يختار شيء ثاني اللي هو يكون، او شيء ثالث يكون 32 اللينث. شو يعني 32؟ يعني بده ياخذ يعمل شيفت على ريجسترين، يعني زي كانه هذول كونتينيوس مع بعض، والشيفتنج بيصير لما دخلت داتا من هون تعمل شيفت شيفت شيفت، لما يوصل اخر بت هون بترجع على اول بت هون شيفت 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 وبطلع لي اياهم. واضح؟ اذا هذه ما كانتش موجوده في الانستركشنز السابقه اللي كانت موجوده. انت هون بتعين الفايل اللي بدك تعمل عليه الاوبريشن. هلا اللينث للاوبريشن اللي بتصير كان هناك باي ديفولت طول الريجستر اللي كان دائما 8، هون لا، هون طول الريجستر ات كان في كان بي فاريبل، اند يو كان ديتيرمين ذا لينث فور ذس يوزنج ايش؟ اللينث انستركشن او اللينث باراميتر في الانستركشن اللي اسمها بت شيفت ليفت. واضحه هاي النقطه؟ اوكي، اذا واضحه هاي النقطه. النقطه اللي بعديها اللي هي البت ادرس. البت ادرس اللي هو اللي بده يدخل، اللي بده يدخل هو اسمه البت ادرس. اوكي، فانت ممكن بدك تدخل لها من 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 سنسر. اوكي، سنسر بدك السيجنال تاعته تدخلها، فاجي باجي هون ايش بحط له؟ الانبوت او العنوان تاع السنسر اي 1 اي مثلا 1.0 على 1، فهاي البت بدي قيمه السنسر نعملها شيفتنج وتدخل مثلا.
إذا عرفنا شو الفايل، عرفنا شو البيت، عرفنا شو النيس، شو ضل عندي؟ ضل عندي الكنترول. الكنترول هاي في عندي ريجسترات كانت موجودة، الريجسترات هاي اللي موجودة في الـ في الـ register file، كان في عندي إذا متذكرين واحد أو زيرو للأوتبوت، 1 للإنبوت، 2 status، بعدين 3 ليش كانت تستعمل للبيت، 4 للتايمر، 5 للكاونتر، 6 كانت للكنترول. ما حكيناش عنها، حكيت وقتها بعدين بنحكي عنها، الآن إجا وقتها إننا نحكي عنها. طبعا 7 للإنتجر، و8 كانت للفلوتينج بوينت، ومن 9 ل 255 انت بتعرفهم زي ما بدك. هلا الكنترول هاي ما حكينا عنها شيء، هلا راح نحكي عنها. الكنترول هي ستراكشر، يعني بتشبه التايمر والكاونتر، يعني مبني كل واحد منها من ثلاثه زي ما انتم شايفين هنا في اسفل الصفحه، موجود عندي اكزامبل على كنترول وورد. فالكنترول هيو موجود فيه ايش؟ 3 وورد، هاي واحده تنتين ثلاثه، هاي الثري ووردز موجود فيها. الوورد الأخيرة اللي هي الوورد 2 اللي هي الثالثة غير مستعملة. الوورد 1 فيها السايز اللي انت بدك تعمل عليه، مش انا هنا بدخل السايز اللي حكينا رقم 16 5 8 255، هذا بتحطه انت هون. وفي عندي هون بالوورد 0 بعض الستيتس بيتس زي الانلود اللي هي البيت اللي بتطلع برا، اسمها انلود بيت لانها طلعت برا، اللي هون كانت في مثالنا الواحد. وفي عندك enable اللي هي الستاتس تاعت الرنج. وفي عندي الدن بت هاي اللي هي لما يخلص بتعطيني 1 for 1 for 1 scan cycle. وفي عندي بت اسمها الايرور بت، الايرور بت هاي اللي هي اذا صار مشكله اثناء الرننج بيطلع لك فيها 1. واضح؟ فهلا انت لما تكتب هاي الانستراكشن عاده لازم تعين لها كنترول، تحكي له مثلا بدي انا الار 6 نقطتين 1، هذا بكون مربوط معها. فالبراميتر ساعتها يعني اذا بدك تطلع الانلودد بت من وين راح تجيبها؟ من ار 6 1.0 على يو ان انلودد يو ال، سوري يو ال هي. بدك تشوف الدن بت بتشوفها ب ار 6 1.0 على ايش؟ على الدي ان، على دن بت. اذا الهدف من الانستركشن وجود الكنترول فيها انه there is more data you need to load into this instruction and you use control file ايش to have these new controls. الفكرة الاخرى انه انا ما بيصير اكرر الرو او الكنترول ريجستر لاي ريجستر او لاي انستركشن تانية. يعني once انك انت اخترت انه الكنترول R61 يكون للانستركشن هاي البت شيفت ليفت، لما بدك تيجي على انستركشن تانية بت شيفت ليفت ثانيه او بت شيفت رايت ثانيه ما بزبط بالكنترول تحط لها R61، خلص هذا استعمل، ما بزبطش احطه لانه الدنيا راح تتخربط. يعني ما بيصير لو حتى بدك تستعمل نفس الانستركشن بدي بت شيفت ليفت كمان مره استعملها، فاجي اروح احط لها R61، فهيك لما يطلع عندي انلود هل الانلود طلع من الانستركشن هاي انستركشن 1 ولا طلع من الانستركشن هاي انستركشن 2؟ I cannot determine، فما بزبط. فعلشان هيك once you use this for one instruction it reserved for that instruction and if you use it again شو راح يصير عندك؟ it will generate an error. واضح دكتور؟ في مجال بس تعيد بس ريفيو سريع لانه حسيت ما وصلت فكره الكنترول. يعني هلا الكنترول في عندي more information I need to relate these information to the instruction. الانفورميشن الاضافيه اللي هي في بتات اخرى زي الانلودد بت، الدن بت، الايرور، هدول البتات وين حطوهم؟ مش بالانستركشن نفسها، جابوا لكل انستركشن يكون اسوشيتد معها اونلي اند اونلي وان كنترول فايل. الكنترول فايل هذا اتس ايش؟ ادفانس ستراكشر مش سمبل اليمنت. يعني زي التايمر والكاونتر موجود فيه 3 ووردز، شو بكون مخزن بال 3 ووردز؟ الاخيره فاضيه ريزيرف مش مستعمله بهذا المثال او بهذا مع هذا النوع، يمكن في اشياء او انستركشنز اخرى لها استعمالات اخرى. في عندي السايز اوف بت اري، الرقم اللي انا بحطه هون اللينث هذا بينكتب هون بتخزن. وفي عندي بتات زي الانلود والايرور والدن والاي والانيبل، هذول موجودات في هذا الريجستر. واضح؟ وصلت الفكره. اوكي. هلا دائما انا بسمع بس بقيم انه بعمل شيفت لبت واحده ولا ممكن اكثر من؟ لا لا دائما لبت واحده، بدك اكثر من واحده، بدك تحط الانستركشن ويزن الوب.
او بصير كل ما يكون يعني طبعا متى بيعمل الشيفتنج؟ لما الران كونديشن يعمل ايدج، يعني لما ينتقل من فولس لترو، يعني هو مش دائما مش طول ما هو ترو بكون يعمل، لازم هاي الانستركشن يكون في قبلها كونديشن، والكونديشن هذا يجي عليه رايزنج ايدج من فولس لترو ترانزيشن، هذا الفولس لترو ترانزيشن بيعمل الاكشن هنا مره، بعمله مره واحده، بدك تعمله كمان مره لازم تعيد هاي الانستركشن. طب كيف بعيد هاي الانستركشن؟ بدي اعمل لوب. طب كيف بدي اسوي اللوب؟ هذا النكست بارت من الشابتر راح يحكي عنه، اللي هو الكنترول انستركشن. غير هيك بيصير كل سكان يعمله مره، كل سكان يعمله مره، اذا الكونديشن هذا عمله بيصير بتحقق. اوسط يعني اجمالا احنا بس بتحرك 1 بت. اللينكس بتمثل على انا فعليا كم بت عندي بالاري نفسه اللي جوا الاري اللي يعني هذا المثال كانوا 4، مثال اللي فوق هاي هم ممكن يكونوا 8 اللي بدهم يعملوا شيفتنج، مثال ثالث ممكن يكونوا 16، ممكن يكونوا 32، اتس اب تو يو. طبعا حنشوف الاكزامبلز تفصيليه، بس هذا شرح عام عن الانستركشنز، وهذا الشرح نفسه موجود للريف للليفت وللراي. تمام. طيب معلش دكتور بس اخر سؤال، البيت ادرس اللي هو ممكن بيمثل مثلا حاله كبسه، يس واحده هي بس بيت، يس ادرس اللي بده يدخل دائما بيت اللي بيدخل. وصلت الفكره. اوكي، هاي ملخص اللي قرأناه او الشرح هذا كله موجود بالسلايد، فخلينا نقرا السلايد. The following parameters are associated with shift instructions بشكل عام سواء left or right. File is the address of bit array you want to manipulate. الاشي او الانستركشنز او الاري اللي انت بدك تشتغل عليها. You must use file indicator to the bit array address. It is not necessarily when في السيميوليتر، بالسيميوليتر بامكانك تستعمله بدون ما تحط هاي الاشاره. طبعا يمكن بالسوفت وير الحقيقي تاع الالن برادلي يو نيد تو يوز ذس، اوكي، ولكن عندنا هون بالسيميوليتر اف يو دونت يوز ذات للفايل ادرس، يعني هون بتحكي له عند الفايل لازم تحكي له مثلا الفايل اللي بدي اشتغل عليه هو سلاش هيك انسب هيك. اوكي، عندنا جربناه بدونها ومشي الامور ما في مشكله. كنترول از ذا كنترول اليمنت ذات ستورز ذا ستاتس بايت اوف ذا انستركشن اند ذا سايز ان ذا اري نمبر اوف بيتس. Note that the control address should not be used with any other instruction. هاي اللي حكيناها النقطة، بزبطش إنه يكون shared هذا الادرس مع أي إشي ثاني، وعادة بخزن فيه status bits بعض البيتس، أوكي، والsize للarray status byte اللي هو الأول والsize للarray في البيت الثاني. Bit address the address of the source bit that instruction inserts in the first lowest bit position. BSL or the highest position حسب طبعا بالليفت ولا بالرايت. اذا عامل انا instruction shift للليفت شو اللي راح يصير عندي؟ راح يدخل من اللوست، واذا عامل من الرايت راح يدخل من الهايست، لانه الشيفت اذا كان من هذا الدايركشن هيك اللي هو بيت شيفت رايت، فمعناها انا بدخل على الموست سيجنيفيكانت. اذا بدخل من هاي الجهه انا بدخل على الليست سيجنيفيكانت. فهاي ليش بدخل من هون او من هون؟ حسب هاي شيفت رايت وهاي من هون شيفت ليفت. Length, size of bit array, and number of bits in the bit array up to 2048. يعني you can have size up to 2048. يعني تخيل انت حتشتغل على الفايل كل لياته تحركه اذا انت لزمك الامر. A length of value 0 causes the bit input to the be transferred to the unloaded bit. شو يعني؟ يعني اذا حطيت له length 0 شو اللي بيصير؟ انت مدخل له bit، اوكي، وهون اللينث صفر، فالبت هاي زي كانها بتدخل وبضلها طالعه برا دغري، فبيعمل لك لودينج من الفايل او من البت ادرس دايركت لمين؟ للانلودد بت بدون ما يمر بشيء، لانك حاطط له اللينث صفر. اذا اللينث فعليا هو اللي راح يمر فيه. The input transfer to the UL bit unloaded bit, the length value that points past to the end of a programmable file causes runtime error major to occur. يعني اذا حطيت له انت، نفترض انه الفايل تاعك جيت على اخر وحده 255، يعني N7 نقطتين 255، وحطيت له هاي اللينث يكون 16، فمعناها 255 آخر واحدة، واللي بعديها وين؟ طلعنا برا، فهذا راح يطلع لك إيش؟ Runtime error. واضح؟ If you go beyond the actual size for the memory or program file اللي موجود. Any question؟ طيب status bits of the control اللي حكيناه هذا اللي موجود تحت، في عندي الانلودد بت 10 ستور ذا فاليو اوف ذا بت اكزيتس
from the array each time the instruction is enabled. اللي هي unload في البت اللي طلعت. Error bit when set indicate the instruction detected an error such as entering negative number of the length. حتطلب الطول سالب واحد. اوكي حكينا لحد صفر مسموح بس سالب ما بزبط. Or position. اوكي. Avoid using output bit when this bit is set. يعني المفروض أنا المفروض عادة ما بنسويها إني أشيك على الإيرور. إذا في إيرور معناها الإنستركشن مش valid فبدك تتأكد منها. بس عادة إحنا ما بنأخذ لأنه ما حدش بخربط باللينث وبهاي الأمور. Done bit when set indicates the bit array has shifted one position. يعني إذا كان one معناها أنا خلص عملت أو تمت عملية الشيفتينج بطريقة صحيحة. آخر إشي اللي هي إيش enable bit. It is set on false to true transition on the rung. يعني لما يصير عندي false to true transition to the rung and indicate the instruction is enabled. When the register shifts and input conditions go false, the enable done bit, error bit are reset. يعني إذا تمت عملية shifting بطريقة صحيحة, okay, راح يصير عندك إنه automatically راح يصفر هاي البتات. يعني for one machine cycle, sorry, one scan cycle راح تكون done bit on. إذا تمت العملية بشكل صحيح راح يطفيهم فيما بعد. Any question? This is the actual instructions. فهون bit shift left مثل هذا الإكزامبل مختار الريجستر B31 وهي هاي الساين حكينا بده يحط لي إياها. Okay, number sign. بعدين في عندي الكنترول اللي اسوشيتد معه R614 البت اللي بده يدخل له اياها I22/12. اوكي عندي راكب انا كارت انبوت على السلوت رقم 22 البت رقم 12 منها اللينث للاري اللي انا مختاره 58. اوكي ف 58 بس خلينا نشوف 58 كم راح يكون الرقم هذا. 58 يعني 16 في 3 48 و10. واضح شو بحسب؟ بدي اشوف كم الادرسز راح ياخذها. فعندي هون اللينث 48 زائد 10 اللي هي 58. 48 اللي هي 3 في 16. ليش؟ يعني راح يكون الاري اللي بده يشتغل عليها رو 2 3 و10 من الرو اللي بعده. بدايتها وين راح تكون؟ بالبي 31. بي 31 اللي هو بي 3. اوكي في الادرس 0 اي بي 30 وبي 31. بي 30 ببلش بالبت 0 للبت 15. هلا هاي البي 31 ببلش بالبت 16 لحد كونتينيوس لحد هون. طبعا الشيفت اللي عندنا هون هو شيفت ليفت, يعني البت حتدخل على الليست سيجنيفيكانت بت وحيطلع من الاخر بت على الانلودد بت. الانلودد بت شوف شو الادرس الها ار 6. من وين جاب ار 6؟ هيها ار 6 14 على 10 او على يو ال حكينا. ما بيهمنيش انا احفظ رقمها اذا اسمها بيغنيني. طول الاري اللي حنعملها شيفتنج 73. فلما تصير عندك هون الكونديشن ترو شو اللي راح يصير عندي؟ اللي موجود بهاي البت حيدخل على 16, اللي ب 16 على 17, اللي ب 31 على 32 اب تو 73 بيروح على الانلودد بت. كل وحده بتشفت بمقدار واحد. طبعا نقطه يعني دكتور مهمة. انت حللت 58 ل 48 و10. ليش 48؟ بدي رقم من مضاعفات ال 16 اشوف هي ماخذ رو 1 2 رو 3 رو. بدي اشوف كم رو صحيح وكم افراطه. يعني هو زي كانه ماخذ 4 روز 3 صحيحات كاملات والرو الاخير ماخذ منه 10. هلا اللي بيضل بالرو هاي يعني راح نشوفها هلا هون بكون انفاليد. يعني عادي اي شيء بيجي يعني لتكماله الرو هذا بكون انفاليد مش راح يشتغل عليه. تمام. طب ليش هو مبلش من 16؟ لانه زي ما حكيت مختار هو بي 31. هلا بي 31 البي هيو هيك كلياته بي 3 في البت 0 الرو 0 والرو 1. هو اخذ 1 1 ببلش من 16 لانه من هون ببلش 0 لحد 15. ال1 ببلش 16. وصلت 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 الفكره. اني كويستشن. اوكي خلينا نقرا هون. بت شيفت ليفت از ان اوت بوت انستراكشن ذات لود داتا انتو ذا بت اري 1 بت ات ا تايم. The data is shifted one array and the unloaded bit at at one time. Then unloaded bit at a time. يعني بتدخل الداتا كل واحد بتحرك واللي بيطلع بالآخر على unloaded bit. When the rung goes from false to true, لما يصير عندي الكونديشن اللي حكيناه هون برا من false to true, the processor sets the enable bit and the data block is shifted to the left to the higher bit number one bit position. يعني اللي ب 16 على 17 اللي ب 17 على 18. هذا المقصود بالhigher bit number.
The specific bit at the bit address is shifted into the first bit position. Okay, اللي هي هاي. The last bit is shifted out to the array and stored to unloaded bit. بطلع برا. The shift is completed immediately. يعني هذا الحكي بده one, يعني one cycle. بيعمل direct, بيعمل shifting. For round, for wrap round operation, set the position of bit address at the last bit of the array or the unloaded bit, whichever is applied. طب إذا بدي أعمل rotate, شو لازم أسوي؟ شو يعني روتيت؟ بدي اللي طلع يرجع يدخل هون. بخلي السورس تاعي اللي هو اللي هو 74 بخليه هو اللي يدخل. اللي هي الانلودد بيت يعني البيت. هون بتحط مين بيحكي؟ كنت احكي هي نفسها انه بتحطها هي بالبيت ادرس ولا لا؟ بالضبط بتحط بالبيت ادرس. ايش عندك تو اوبشنز، يا بتحط بالبيت ادرس الانلودد بيت، يا بحط له هون بدل هاي البيت ادرس اي 22 12 r 6 نقطتين 14 على 10، او بحط له الادرس لاخر بيت اللي هي ايش بي اللي هي بيت 74 هاي 31 32 33 34 بيت 34 على كم على 10، او بتحكي له اياها هيك بي 3 على 74 بيصير دايركت على 73 اذا حكيت هيك بحط رقمها. طب شو بيفرقوا عن بعض هدول التو اوبريشنز اذا حطيت اللي هون ولا حطيت اللي هون؟ يمكن انت بحاجه اول مره، هي يمكن تفرق معك باول مره صح؟ هي لما يفضى يا بتفضل الري كامله ويكون ال1 طالع، تخيل في 1 واحد بس بلف والباقي كله صفار، فهذا ال1 بضله ماشي لحد ما يوصل هون، لما يوصل هون بيختفي او انه بيرجع كمان مره. قصدك بين الراوندد بين السايكل والقبل. يس آخر إشي، if you want to shift more than one bit زي مسألة زميلتكم you must create a loop using jump or counter، هدول رح نحكي عنهم instruction. وآخر إشي the instruction invalidate all bits beyond the last bit in the array. okay هدول بيكونوا invalid لحد the next word boundary الword اللي بعديها. المحاضرة الجاية إن شاء الله رح برضو أسجلها اللي هي بكرة، أعطي فيها التكمالة للحد والإكزامبل 5، وإذا عندكم أسئلة على الامتحان